جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. يسعدنا ان يكون ضيافتنا اليوم الملحن والمطرب الاستاذ محمد وحيد. والاستاذ محمد وحيد عرفنا كمان حاجة مهمة جدا منه، انه قام بدور تمثيلي في عمل روائي قصير اسمه حمص الشام. الفيلم ده اتعرض في قصر ثقافة قصر السينما بجاردن سيتي، والفيلم من اخراج الاستاذ عريان سيدهم، واللي قام برضو بدور في الفيلم كان هو دور بائع حمص الشام. ودلوقتي هننقل الميكروفون للاستاذ محمد وحيد عشان يدينا خلفية عن الدور وعن الأغاني اللي غناها في الفيلم. تفضل أستاذ محمد. أشكرك جدا على التقديم الراقي أستاذنا. يعني الدور كان بتمثل في سامي اللي هو جارهم، جار بائع الحمص اللي هو طبعا الأستاذ مخرج عريان سيدهم بالتلفزيون المصري. إن أنا كنت مسافر امريكا وانا بحب المزيكا، بلعب مزيكا وبغني وكده، كنت مسافر امريكا فترة، وبعدين لما رجعت بالسلامة حبيت ان انا انزل اسلم على صاحبي ده دون العلم ان هو ايه جراله او كده. هو حصل له صدمة نفسية مش عارف البلدية او حاجة زي كده، خدوا العربية بتاعت الحمص، فهو من الزعل نازل وكان لسه عريس جديد، فحصل له صدمة عصبية عملت له شلل مؤقت. فانا نزلت خبطت على الباب كده وهزرت، انا فاكر هو اللي فتح لي، خبيت وشي بالعود كده وبتاع. بعدين ما بصت اتفاجئت لقيت المدام بتاعته، وهي كانت ممثله الاستاذه نسمة عادل، هي بسم الله ما شاء الله بتتمتع بقدر كبير من الجمال. فانا هزرت قلت ايه ده، مين القمر دي، ده ما كانش الوش ده هنا بتاعه. قعدنا قالت لي مين حضرتك، فقلت لها انا اسمي سامي والاستاذ مش هنا وكده، وسالت على صديقي وكده، هو انا دهلي من جوه، خش يا سامي اتفضل يا حبيبي انت فين. دخلت طبعا اتفاجئت، فلقيته قاعد متضايق كده وكده، ودي كانت اول غنوة في الفيلم. وهو
Thank you.
حكيت لك قبل ما عم تضحك لك وانا حبيت قبلك حبيت لك وين وين لك وانا حبيت وين قبلك وين وين لك الالحان والكلمات بتاعت الفيلم الحاني وكلامي انا كمان كتبت الكلمات. ممكن تسمعنا هي كانت من كلماتك؟ كل الفيلم كان كلامي ولحني. كل الفيلم حتى التتر وكده مالك مكشر كده متضايق وشايل هم سنين قدام وضربها بوسو القلب شرايق وكمان مزاجك مفهوش جامد مالك مكشر كده متضايق وشايل هم سنين قدام وضربها بوسو القلب شرايق وكمان مزاجك مفهوش جامد رواق كده خليها على الله وانسى الهم ما تحسبهاش وبكره خير ما تقول ان شاء الله اللي خلقنا ما بينساناش رواق كده خليها على الله وانسى الهم ما تحسبهاش وبكره خير ما تقول ان شاء الله اللي خلقنا ما بينساناش ربك مسيره يعدلها لو هي مايله يعدلها ربك مسيره يعدلها لو هي مايله يعدلها يطلع نهار ويبدلها وحتبقى كله كله تمام ملاك مكشر كده متضايق كده لك هدية. تسلم الله يعزك يا حبيبي. والله هديتي موجودة معاكم. اللي يذكر لك في 60% مو 25% على راسي يا حبيبي. تسلم المال. تسلم كريم كريم ومن اصل كريم الله يعزك عشان تقدر تعطينا اكتر اغاني في افلام ان شاء الله حاجات اكتر ان شاء الله 60% تاخذها كاسلم لحبيبي تسلم لحبيبي تسلم لي وكان في غنوة في الفيلم طبعا هو للاسف ان حصل غلطه في الفيلم وانا خفت جدا لان طبعا المطرب ما ينفعش يطلع شرير فيعني ان حصل غلطه طبعا بعد احترامي للممثله الاستاذه نسمة عادل احنا 10 8 سنين طيب يا ريت ايش بقى انا 8 سنين الراجل هيصير غني ان شاء الله على راسي هنبعت 50,000 نسخة ايه على قلبي زي العسل لما يبقى بس 60% دي وانا عيوني وكل حاجة يا رب 30 جنيه يا رب 80 في 60 يا رب اتمنى له خير عارف لما انا ربنا يجعلني سبب في النجاح يا ما في حد عمل اغاني وغناها بنفسه الا فريد الاطرش نعم ما حد عمل كده الا فريد الاطرش هيغني والفرق ان فريد الاطرش كان يعمل الفيلم عشان يغني اتفضل مبروك وقف التغيير الفيلم بسم الله الرحمن الرحيم والان ما زلنا في الجلسه الجميله ونسمع اغنيه ثانيه في نفس الفيلم الاغنيه يعني ليها قصه او الحاله الدراميه اللي كانت طبعا في الفيلم ما كانش موجوده الغنوه لكن وانس ما انا شفت المشهد وهو بتصور الفيلم حمص الشام اللي لسه بنتكلم بصدده برضو اخراج عريان سيدهم وهو اللي كتب السيناريو ومعانا الاستاذه نسمة عادل في التمثيل يعني احنا كنا الابطال انا كنت قايم بدور سامي عشان المستمعين وانا طبعا مكتوب باسم الحقيقي محمد حسن مش كاتب محمد وحيد
قال لي الاسم الحقيقي اللي في البطاقه ايه؟ محمد حسن. فكتب اسم الحقيقي. المهم كان الموقف ان حصل خطا ما يعني بيني وبين زوجة صديقي، طبعا في الشخصيه الكاركتر اللي في العمل الدرامي. فريقك اسمه اللي هو كان في الفيلم كان اسمه تقريبا مش متذكر الاسم، بس هو صاحب اللي هو الاستاذ عريان سيدو من اللي قام بدوره، اللي هو كان بطل القصه، اللي كان صاحب عربيه حمص الشام، صاحب عربيه. وكان هو طبعا قعيد وكده، و كان هو حصل له حادث ان تقريبا البلديه خدت العربيه، فهو اتصدم. كان لسه عريس جديد نازل على السلم، حصل له زي تشوك عصبي كده، وحصل له شلل مؤقت فتره. فاثناء ما انا بتردد على البيت وكده، للاسف يعني اللي حصل مغازله للست بتاعته او كده، بس دي شخصيه عشان ما حدش يزعل مني، بس ده مجرد شخصية في فيلم. ودي أول مرة يطلع برضو المطرب شرير، دايما المطرب ما يطلعش شرير في الأفلام، بس أنا قبلت الدور لأن هو حلو ومركب وفي يعني مجهود بيبين قدرة تمثيلية عند الممثل، إذا كان فنان إزاي يركب الشخصية ويقنعهم إن هو اللذيذ اللي بيغادي وكده وبيرفه عنه، وإزاي هو بينقلب إلى شخص ذئب وكده. فبعد طبعا اللي حصل، هي حزينه وانا حزين، انا طبعا عاده بنزل ارفه بعد ما يتعشوا وكده، بنزل اقعد مع صديقي ده شويه واحاول اهون عليه وارفه. صاحب عربيه الحمص. صاحب عربيه الحمص. اه. ففي المره دي انا قلت له انا مش هغني غنوه لطيفه لان الحاله اللي هي فيها، فانا هغني حاجه شجن، والفت فورا ولحنت المذهب ده. ما كانت في النص. يلا سمعني. كان في النص اني هغني بس، ولكن قلت له لا ما ينفعش. ارتجالي. ايه الغنوة؟ قلت له لا انا هغني غنوة حزينة. قال طب امتى نعملها؟ قلت له حالا دلوقتي انا هقعد اعملها والفها والحنها وهغنيها لك. وانت بتصوروا كده. وهم بيصوروا. لما شفت المشهد وهم بيصوروا. او حكولي عن المشهد وشفت التصوير استفزني الموضوع ان انا اعمل كده. انت كده في الفيلم ده اللي بتقول عليه كأنك بطل الفيلم. هو انا احد ابطال الفيلم؟ لا بطل الفيلم، انه كانت الافلام ام كلثوم لما تمثل
تاخد ادوار بسيطة. داري بقى اللي هو الرواية الطويل نسبة ايه بقى؟ انت بصور يوم استراح يوم يوم لغاية ما خلاص الفيلم الروائي القصير كورونا 305. هنتعرف على تفاصيل فيلم من مؤلف ومخرج هذا الفيلم، وهو الحقيقة يعني درس إخراج في إنجلترا ورجع طبق هذا الإخراج، اشتغل في حاجات كتير، اشتغل أيضا كممثل مش بس كمخرج، مثل عدد من المسلسلات والأفلام زي مسلسل امرأة من النار، الحب الكبير، قلوب عطشة، أفلام زي الجنتل، اضحك الصورة تطلع حلوة، سوق المتعة، مسرحيات أيضا زي بالعربي الفصيح. أخرج العديد من الأعمال زي هم همك، كان بطولة الفنان سعيد صالح، تعليم الكبار، الفندق الغامض وغيرها. تفاصيل أكتر وتفاصيل بالأكتر على فيلم كورونا 305 اللي تم عرضه في سينما الهناجر منذ أيام. هنتعرف مع ضيفنا اللي منورنا المخرج والمؤلف عريان سيدهم. صباح الفل، نهارك سعيد. صباح النور ونهارك فل وزي الفل. مبروك للفيلم وعرض الفيلم الجديد. الاسم مرعب اولا، ما خفتش من الاسم؟ لا، هو الاسم في الاول ده في واحد جه عندكم في عنده كورونا، كورونا كله راح للعزل، فلمنا كله راح المستشفى ويبتدي هو هي يعني في الاخر بقفل الفيلم بنهايه ماساويه اللي هي بتموت. وهو يعني حتى طب ليه النكت؟ ليه النكت كده؟ قفلت الفيلم ما كانش اسمه كورونا 305. لما في الاخر لما انا عامل مشهد كده والكاميرا بترجع والباب بيتقفل لقيت الغرفه 305. فبدل ما اسميه الفيلم غرفه 305 سميته كورونا 305. بس هو الاسم حلو الحقيقه وجاذب، يعني تبقى عايز تعرف تفاصيل اكتر عنه. الموسيقى ازاي؟ طبعا ازاي بتاع الموسيقى اقعد معاه عشان اقول له اعمل كذا 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 عشان اخد كل تيمه بتاعت الموسيقى عشان اعملها ديت، والموسيقى تقول ايه؟ الموسيقى بتدي روح العمل، هي الفيلم هي الحياه. فلازم تقولي اعمل ايه واسوي ايه بتاع. في اللوكيشن كنت صعب جدا مش هكذب عليكي، انت مرتبطه بوقت اللي انت تصوري في اللوكيشن وعايزه تجري، بتصوري في محل بتاع اكل تحت في المهندسين، وبعدين في اللوكيشن بتصوري في شقق بهدلنا شقق الناس بصراحه، يعني بشكرهم جدا جدا. وتروح المستشفى، وبعدين المستشفى تروحي خيول في الهرم. الفيلم فيه لوكيشنات كتير جدا جدا. ايوه. وبعدين مطعم. خد منك وقت قد ايه التصوير؟ انا قعدت 9 اشهر بس اصور يوم واستنى الممثلين، اجمع الممثلين تاني واروح كذا، ده صعب جدا. الفيلم التجاري بقى اللي هو الرواية الطويل نسبته ايه بقى؟ انت بتصور يوم تسرح يوم يوم لغايه لما تخلص الفيلم على طول تخش مونتاج. صح. ده وفي معاكي مدير انت، انا ما عنديش حد، انا كنت لوحدي. يعني بحاول اوصل رساله توصل للفيلم بتاعي. الفيلم اللي قبليه كان اسمه حمص الشام. كنت عامل اللي هو بتاعت حمص الشام وعامل البادج بتاع الافيش وكل اللي داخل ياخد حمص الشام بال لا والله حلو قوي. كان قصر السينما كان عامل وهو قصه برضه ولد مكافح بتاع عربيه حمص الشام وبيقابل بيت بتاع الكورنيش وقصه حمص. بتحب الافلام الروائيه القصيره؟ بص، هي انت عايزه توصلي اي رساله بتوصليها بالفيلم الروائي القصير حتى لو مدة دقيقة. يعني المشهد الواحد يغني عن 1000 كلمة. بيقول حاجات. الفيلم الرواية الطويل دلوقتي عايز كل المنتج وانت داخل دلوقتي بيقول لك انا عايز اخد كام. الاول كانت صناعة وتجارة الافلام، دلوقتي تجارة وصناعة. انا هدفع 5 مليون هتجيب لي كام؟ واتمنى انا داخل ماضي فيلم روائي طويل اسمه اعمل عبيط مع منتج، احنا مش هنقول اسم الشركه، وبحضر فيه دلوقتي ويا رب يبقى له فتحه خير على، لان هو كوميدي برضه بيقول رساله. عشان اعيش في البلد ديت لازم اعمل ايوه بس يعني بحب وانسانيه وفي كوميدي، ويا رب يا رب يعجب الناس كمان يا رب. واتمنى فيلم ياخد اقبال في السينمات او في المهرجانات ويوصل الرساله.
يا رب ان شاء الله ربنا يوفقك. يعني انت مجتهد وبتبذل مجهود كبير، المخرج والمؤلف عريان سيدهم، بتوفيق يا رب، ونشوف لك بقى قريب العمل الجديد موجود والناس يعجبهم باذن الله. شكرا لك، نهارك سعيد. نهارك فل، ونهار سعيد الفل على ست سنوات. علي العود، عودك رنان. عيون القلب سهرانة ما بتنمشي، لنا صحية ولا نايمة، ما بقدر شي عيون القلب سهرانة ما بتنمشي، لنا صحية ولا نايمة، ما بقدر شي يبات الليل، يبات سهران على رمشي، وانا رمشي مدى انه وهو عيونه تشبع نوم، وانا رمشي مدى انه وهو عيونه تشبع نوم، روح روح يا نوم من عين حبيبي، روح يا نوم. تقول لي كلام افرح بيه، انا افرح بيه، اسيب النوم وافكر فيه، انا افكر فيه، تقول لي كلام افرح بيه، انا افرح بيه، اسيب النوم وافكر فيه، انا افكر فيه، انت تقول وتمشي وانا صار ما نمشي، اللي ما بتسهر شي ليلة يا حبيبي، انت تروح وتمشي وانا صار ما نمشي، اللي ما بتسهر شي ليلة يا حبيبي، سهرني حبيبي حبك يا حبيبي، لتبع الليالي اسمك يا حبيبي، سهرني حبيبي حبك يا حبيبي، لك تبع الليالي اسمك يا حبيبي، تألف يوم يا حبيبتي فوت القمر ورحت معاه
تاني إلا السهر وانا رمشي مدى النور وعيونه تشبع نور وانا رمشي مدى النور وعيونه تشبع نور روح يا نور من عين حبيبي روح يا نور. نجد هو بيبكي أول سلام من هنا حاجة غريبة الدنيا لها طعم جديد حاجة غريبة حاجة غريبة أنا حاسس إني مدمن وأنا حاسة الدنيا هربانة ويانا للكل سعادة أنا حاسة الدنيا هربانة ويانا للكل سعادة فيها فرحة حلوة في عينيا وحلاوتها سكرها زيادة فيها فرحة حلوة في عينيا وحلاوتها سكرها زيادة انت عارف ليه علشان احنا مع بعضينا Yeah.
عطشان تعالى يا جميل يلا مالت لك القدري عطشان تعالى عطشان تعالى وسلام عطريق انا ورا الشباك سهرانة بستناك علمت قلبي هواك انا ورا الشباك سهرانة بستناك علمت قلبي هواك قبل ما تجيني ولا تمناك بحلم بعيش أمله أنا سعد وهنا أنا هنا يا ابن الحلال ونجد يا مهني نادرين عليا ندرين عليا العين والنن
ونجد يدق الباب نادرين عليا نادرين عليا القلب يشيلوا حجاب فرشتي لك تمشي اخطر علي وامشي من شوقي ما بنمشي فرشتي لك تمشي اخطر علي وامشي من شوقي ما بنمشي مستني لحد العمر مستنيك بحلم بعيش أمنح أنا سعد وأنا أنا هنا ابن الحلال في الغيب أنا شفتك أنا شفتك قلبي انكشف عنه الحجاب ولقاك في الغيبة شايفك أنا شايفك قلبي شاول عليك وعرفتك انت اثمراني جميل الغياب المويل والقلب لك جميل انت اثمراني جميل الغياب المويل والقلب لك بيمين من قبل ما تجيني ولا اتمناك بحلم بعيش املح انا سعد وهنا انا هنا يا ابن الحلال انا هنا هنا يا ابن الحلال لا عايز اجاه ولا كتر مال انا هنا هنا يا ابن الحلال لا عايز اجاه ولا بحلم بعيش أملأ أنا هنا يا ابن الحلال.